السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. اليوم جبت لكم إن شاء الله وصفة جد رائعة بمكون أساسي للتسمين والقضاء على النحافة ومشاكل النحافة بصفة عامة، اللي هي الحلبة. لكن عادة من كي نقولوا الحلبة الناس يهربوا منها، ما يبغوش يسيوها، ما يبغوش يديروها، لخاطرش تلاق لهم ريحة في العرق وفي اللذات تاعهم، وفي كل الانسان يولي ريحته كاع حلبه. اليوم جبت لكم طريقه اللي تخلصوا من هذا المشكل الاساسي تاع الحلبه، لانها فعلا وفعلا هي كيما يقول لك اساس القضاء على النحافه وعده مشاكل في الجسد. الحلبه اليوم كي غادي نديروها بطريقه استثنائيه. انا هنايا الحلبه نقيتها كي كانت يابسه، حب نقيتها غسلتها بالماء، غليتها 7 مرات. كل غليه، كل ما تغلي غليه نقيس الماء تاعها ونشللها ونعاود نغليها 7 مرات. كما راكم تشوفوا انا هنا كنت درتها في الثلاجه لاني استعملتها. ها هي الحلبه هكا، ما تبقى فيها لا ريحه لا والو، وما تدي لكمش ريحه في الذات تاعكم. المهم هنايا الحلبه ها هي المكون الاساسي. عندنا العسل الحر، عندنا العسل الحر شنو غادي نديرو في هذه، وعندنا الياغورت ولا الزبادي. غادي نديرو هنايا نقطعو ملعقه كبيره تاع حلبه، ملعقه كبيره تاع حلبه، نديرو معاها ملعقه صغيره تاع عسل النحل الطبيعي، واللي ما عندهاش دير السكر معليش، مهم باش نقلعو هذيك المروريه ونخلوها حلوه والنكهه تاعها شابه، ونزيدو الفوائد بعسل النحل ان وجد، ونديروها مع العلبه تاع الزبادي ونميكسوها بالميكسر اي الخلاط الكهربائي. نتحصلوا على خليط كثيف نوعا ما. اذا استحملتوا تاكلوا هكاك مليح. الا جاتكم ثقيله بزاف حاولوا تزيدوا فيها كميه الزبادي. هكاك تاكلوها 3 مرات في اليوم، ديروا هذه الطريقه 3 مرات في اليوم، اولا في الصباح بعد الفطور تاع الصباح ولا بعد القهوه تاع الصباح، ومن بعد في الغداء بعد الفطور تاع العشاء تاع 12، وفي الليل اخر شيء حتى اللي تاكلوا كل شيء وصاي تبغوا تناموا، خلوا الحلبه هذه ولا المكون ولا العقده هذه ولا الوصفه هذه اخر شيء في المعده تاعكم. اللي يقولكم اخر شيء كي ترقدوا تكون هي اخر شيء في المعده تاعكم، هكا باش تدير المفعول تاعها وتعطي النتيجه تاعها في غضون الشهر بالتمام والكمال. ولكن ننصحكم بالمداومة والمداومة والمداومة، وتكرهوش لك شهر بتمام الكمال وتشوفوا ان شاء الله نتيجة مبهرة، ومن مراها ان شاء الله ما تطيحوش ولا ما تعودوش تنقصوا، لانه الجسم تاعكم يكون اكتفى بالمعادن واكتفى بالفيتامينات واكتفى يكون تشبع غاية من هذه الحلبة والعسل والياغورت. وان شاء الله يا ربي، واللي يكون عنده الانيمي تاني تكون نقضيتو عليها ان شاء الله. جربوا هذه الوصفة راهي سهلة، والحلبة الثمن تاعها زاهي جدا، وان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم الوصفة تاع اليوم. جربوها، والى اللقاء الى فيديو اخر في هذه السلسلة.